دلوقتي نروح مع حضراتكم ونتعرف على فرقة فيرا الروسية اللي لأول مرة هتحيي حفل فني على أرض مصر، وقدمت فيه أشهر الأغاني الدينية الروحية والأغاني الشعبية الشهيرة للفولكلور الروسي. هذه المرة الأولى التي أزور فيها مصر، وسعيدة بمشاركتي في حفل اليوم، وأعتقد من المهم جدا المشاركة في هذه الحفلات التي تسهم في تقارب الشعوب. Сегодня мы выступили на сцене этого прекрасного зала. Наша программа состояла из двух частей. سعيد جدا لمشاركتي في الحفل، والبرنامج الذي قدمناه ينقسم إلى جزئين، جزء عن الموسيقى الروسية والجزء الثاني عن الموسيقى القومية، بهدف توطيد العلاقات بين الشعوب. что подобные мероприятия они очень укрепляют дружбу между нашими народами. بصراحة الحفلة كانت جميلة جدا، وحسيت ان في تجانس كبير جدا ما بين الفرقة، في نغمة جميلة جدا في صوتهم. الفن الروسي عموما من الفنون اللي انا بحبها بسبب طريقة النغمة بداية الصوت بتاعهم بتطلع بشكل كويس جدا، وبحس ان في من غير حتى آلات موسيقية بس في فعلا موسيقى في صوتهم نفسه. الحفلة كانت جميلة جدا، وحاجة كويسة ان احنا نشوف حاجة زي كده بتتعمل في مصر، لان احنا يمكن في مصر مش متعودين نشوف النوع ده من الحفلات.